ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد ركن حاتم الفلاحي. مرحبا بك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي. كما ينضم أيضا عبر الهاتف من مدينة مالمو بالسويد عضو تحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم ضيفي الكريمين. بداية سيادة العقيد، كيف تقرأ المشهد الحالي في العراق؟ القوات الحكومية مصرة على استهداف المتظاهرين، إحراق خيامهم، مصرة على استمرار عمليات القتل ضد المتظاهرين السلميين. نعم، مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدي قناتكم الكريمة. بداية دعني أقول طالما تكلمنا وقلنا بأن الصدر هو جزء من العملية السياسية وجزء من مشروع الاحتلال وجزء من الفساد الذي يجري في مؤسسات الدولة منذ عام 2003 وإلى عام 2019. لذلك ما جرى خلال هذه اليومين هو عملية فرز للخنادق. تبين الآن من هو مع مطالب الشعب ومع مطالب المتظاهرين، ومن هو مع أجندة خارجية تنفذ باسم العراقيين الذين هم تبع لإيران وتبع الجهات خارجية. ما جرى هو تنفيذ لاتفاق قم الذي جرى ما بين مقتدى الصدر وما بين قادة الميليشيات والحرس الثوري الإيراني. جرى هذا الاجتماع في قم، ومن هناك تم إطلاق عدد من التصريحات النارية باتجاه العراق، من ضمنها بأن صدر كان يدعو إلى تشكيل المقاومة الدولية من الداخل ومن الخارج لمواجهة القوات الأمريكية، ثم بعد ذلك دعا إلى العمل السياسي لإخراج القوات الأمريكية من العراق. وهذا يتناقض ما بين الدعوتين، إما أن تدعو إلى السياسة ولا تشكل ميليشيات، وإما أن تدعو إلى تشكيل ميليشيات لمواجهة القوات الأمريكية كما تقول. لذلك نحن نرى بأن هناك إشكالية كبيرة جدا، هناك دولة ضعيفة ودولة فاقدة لكل الصلاحيات موجودة في العراق ولا تستطيع مواجهة هذه الميليشيات المنفلتة، والدليل على هذا بأنها تصمت على تشكيل أو تشكيلات مسلحة مثل المقاومة الدولية والقبعات الزرقاء وغيرها من المنظمات التي تتقاطع مع الدستور العراقي في المادة التاسعة الذي يحظر تشكيل ميليشيات مسلحة داخل العراق أو خارج إطار القوات المسلحة. نحن أمام إشكالية حقيقية الآن في العراق. هم كانوا ينمون من خلال هذه التظاهرات بوأد الحراك الشعبي الذي انطلق منذ 4 أشهر ولا زال هذا مستمر وبكثافة وبشكل كبير جدا. حاولوا خلال هذه الفترة أن يدفعوا بأنصار الصدر لكي يدخلوا في هذه المظاهرات ويحاولوا تجير هذه المظاهرات لغرض للتيار الصدري لأجندة خارجية كما نراها اليوم. حاولوا في اجتماع قم أيضا أن يجمعوا الميليشيات التي كانت تتقاطع مع الصدر في إشكاليات كبيرة جدا، وأن تصدر بيانات من قبل هذه الميليشيات التي تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية بأنها تؤيد الصدر في مطالبه باتجاه القوات الأمريكية وما إلى ذلك. إذن هي ذريعة كانت لخروج هذه المظاهرات، ولكن الهدف الرئيسي كان هو وأد المظاهرات التي تشكل تهديد حقيقي لأحزاب السلطة الموجودة الآن والميليشيات المسلحة التابعة لإيران. نعم، أنتقل بالسؤال إليك أستاذ لبيد. كما قال سيادة عقيد أن الهدف من هذه المظاهرات التي خرجت بدعوة من الصدر هو لوأد التظاهرات الشعبية التي خرجت ضد النظام وضد المحاصصة الطائفية، والبعض يقول أن هذا التصعيد الحكومي والميليشياوي لم يكن بشكل اعتباطي. هل تتفقون مع هذا الرأي؟ وهل هنالك تخطيط له منذ فترة أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أرجو أن تسمح لي بأول أن توجيه التحية لك ولمستمعك الكرام ولضيفك الكريم. حياك الله. أما بعد، نعلم جميعا بأن مقتصد الصدر وتياره الصدري ليست المرة الأولى التي يطعن الجماهير والمتظاهرين في ظهورهم. مقتدى الصدر وتياره ركبوا موجات متعددة منذ تشكل العملية السياسية. كان مقتدى الصدر والتيار الصدري فيها في صلب العملية السياسية واستمروا على هذه الحالة ولم يقاطعوا العملية السياسية ولا مرة واحدة أبدا، وهم يحتلون أكثر مقاعد البرلمان كما نعلم الآن. والمظاهرات التي حدثت تختلف نوعيا وكميا عن المظاهرات التي سبقتها كما نعلم، والهدف من هذه المظاهرات كان صريحا منذ بدايتها اسقاط العملية السياسية. الشعب يريد اسقاط النظام، وجزء كبير من هذا النظام من مكونات هذا النظام هو يعود للتيار الصدري. إذن التيار الصدري هو احد من يستهدفهم، احد ابرز من يستهدفهم المتظاهرون، لكنه ما استطاع صدر ايضا أن يلعب على الوتر الحساس
لكثير من المتظاهرين واستطاع أن يركب الموجة، نجح في ركوب موجة المتظاهرين هذه المرة أيضا، واستطاع أن يتغلغل في ساحة التحرير لا سيما في بغداد. يعني هناك وجود ملموس للتيار الصدري يجب أن لا ننكر ذلك، على خلاف الناصرية مثلا والمحافظات الأخرى كان هناك وجود ضئيل وضعيف للتيار الصدري أو معدوم. التيار الصدري استطاع أيضا أن يخدع كثير أو عددا لا بأس به من المتظاهرين من خلال ذوي القبعات الزرق الذين قالوا أنهم ادعوا بأنهم شكلوا حماية وأمنيا وفروا الأمن للمتظاهرين من خلال تفتيش الداخلين وإلى آخره. هذا الوجود بالحقيقة شكل ضغط سلبية في المظاهرات، وبالحقيقة أضفى نوعا من اللامصداقية في عقول كثير من العراقيين. إذا سمحت ابقى معنا، لو سمحت سنعود إليك مرة أخرى. بالعودة إليك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي، بالتأكيد يعني التيار الصدري يعني له هو تيار سياسي، يعني العمود الفقري له من الفقراء، يعني الناس الفقراء الذين يعيشون في الثورة أو مدينة الصدر. يعني كيف يقنع الصدر هؤلاء في حين أنه مشارك في العملية السياسية مثل ما تفضلتم، يعني منذ 2005 لديه 6 وزراء ولديه أيضا 54 نائب في الحكومة، ويطالب بإخراج القوات الأمريكية أول مطلب، والمطلب الثاني بمحاربة الفساد. كيف استطاع أن يقنع أتباعه ليخرجوا في تظاهرات وهم يعني يقبعون تحت خط مستوى الفقر؟ يعني نعم، بداية دعني أقول بأنه التيار الصدري بالإضافة إلى التيار السياسي الذي تتكلم عنه لديه ميليشيات مسلحة، وهذه الميليشيات كانت تعمل خارج إطار الدولة منذ عام 2006 بعد أن تم دمج هذه الميليشيات حسب القرار 91 في عام 2004، ولكن هذه الميليشيات استمرت بالتواجد في العراق طوال هذه الفترة، وبالعكس ازدادت خلال الفترة الماضية وأصبحت الأعداد كبيرة جداً. بالنسبة للتيار الصدري وخروجه أو كيف يمكن له أن يقنع هذه الناس، طالما حاول الصدر في الفترة السابقة أن يخلط الأوراق وأن يتعامل بأنه رجل وطني وأنه يحاول إصلاح الوضع السياسي في العراق، ولكن كل هذا كانت تستخدم عبارة عن ضغوطات لممارسة الضغط على الحكومة للحصول على امتيازات طوال الفترة الماضية. وطالما وصلنا إلى هذه الحلقة المفصلية الآن بأن هناك تمايز الآن في الصفوف، وهناك الآن بدأ اللعب على المكشوف، يعني إما أن تكون مع الخندق الإيراني وإما أن تكون مع الخندق الوطني في العراق، نرى بأن الحقائق الآن أصبحت ظاهرة جلية. كما أنه الصدر في المظاهرات التي خرجت يوم أمس لم تخرج بالأعداد الكبيرة التي كنا نتوقعها ومليونية مثل ما قالوا، وهناك انقلاب بكثير من الشباب من خلال طرح الشعارات التي كانت بالضد من الصدر وليس معه في هذه المظاهرات. نحن الآن أمام انقسام حاد وكبير جدا في الشارع الشيعي، وأعتقد بأن الصدر بهذه الخطوة خسر الكثير من أتباعه خلال هذه المظاهرات، وهناك إشكالية كبيرة جدا. يعني الصدر الآن قام بحرق جميع مراكبه في العملية السياسية، وأصبح الآن هو جزء من النظام السياسي، جزء من الميليشيات المسلحة التابعة، وجزء من النفوذ الإيراني في العراق، شاء من شاء وأبى من أبى، لأنه التصرفات التي قام بها التيار خلال هذه الفترة كشفت جميع أوراقه الخفية التي كان يحاول أن يتلاعب بها طوال الفترة الماضية. لذلك أنا أعتقد أنه ما يجري في العراق أن هذه العمليات التي تجري الآن هي ليست الأولى، ليس المحاولة الأولى لوائد هذه التظاهرات وإنهاء هذا الحراك، بل هي محاولات مستمرة منذ اليوم الأول من أكتوبر وحتى يومنا هذا، لأنه هذه الحكومة وهذه الميليشيات لا يمكن لها أن تسكت على ما يجري في ساحات التظاهر من عملية تهديد حقيقي للسلطة الحاكمة. لذلك هم يحاولون وعد هذه المظاهرات بشدة السبل، وقد فشلت جميع محاولاتهم، وكانت بالأمس واليوم هذه المحاولة الأخيرة لوعد هذه المظاهرات، ونرى بأن هناك ردة فعل عكسية كبيرة جدا من قبل الشعب على ما جرى يوم أمس وما جرى اليوم، وستكون في الأيام المقبلة يمكن أشد تأثيرا على الحكومة وعلى السلطة الحاكمة من الأيام التي مضت. نعم أستاذ لبيد، الأمم المتحدة وعلى لسان ممثلتها في العراق جنة هنس بلاسخارت أدانت القمع الحكومي العنيف مع المتظاهرين، ووصفت الإجراءات الحكومية بأنها ليست بالمستوى المطلوب، لكن هذه الإدانات كيف ستفيد الشارع العراقي وكيف ستفيد العراق، وأيضا ما هي قيمتها في ظل استخدام القوات الحكومية أسلحة متشظية وأيضا قنابل غاز محرمة دوليا؟
يعني رد فعل هيئة الأمم المتحدة بكل بساطة أيضا هو ليس بالمستوى المطلوب، يعني ليس فقط رد فعل الحكومة وإنما رد فعل المنظمة الدولية، لأن المنظمة الدولية بالحقيقة عودتنا على القلق وعودتنا على الإدانة والاستنكار وعودتنا على تنبيه الحكومة، لكن على أرض الواقع لم تفعل شيئا. يعني الأمم المتحدة مقصرة، العالم كله، المجتمع الدولي كله مقصر حيال القضية العراقية. لو كان هناك نظام غير هذا النظام العميل القائم لا لا كان ردة الفعل العالمية كما نعلم لا تقل عما جرى في عام 1990 وفي عام 2003 مهاجمة العراق بحجج واهية طبعا، وبينها حجة الدعاب ما يتعلق بقضية حقوق الإنسان. قضية حقوق الإنسان حقيقة حاليا الارتكابات انتهت في مجال الإنسان في العراق هي تساوي أضعاف أنا يحدث في عام في التسعينات وفي عام 2003، وهي أحد الذراع التي قدمها دعاها العالم لأجل غزو العراق وتخريبه. الأمم المتحدة بالحقيقة فقدت مصداقيتها، وعلى العراق أن يعتمدوا على أنفسهم. المنظمة الدولية دائما تكون منحازة إلى النظام الرسمي المرضي عنه أمريكيا أو مرضي عنه دوليا. النظام الحالي مرضي عنه أمريكيا بدليل أن اللقاء الأخير الذي حدث بين مسؤولين عراقيين وعلى رأسهم برهم صالح وكثير عدد كبير آخر من المسؤولين، وتم التأكد بأن ما يقولونه في العلن يختلف عما يقولونه في السر، أقصد النظام العراقي. ابقى معنا استاذ لبيد الصميدي. سياده العقيد ركن حاتم الفلاحي، البنتاغون اكد في تصريح له ان الميليشيات المدعومه من ايران في العراق خطرها اكثر من خطر تنظيم الدوله، لماذا يعني كيف تقرا تصريح البنتاغون خلال هذه المرحله في حين ان الولايات المتحده الامريكيه هي من وفرت المظله والحمايه للميليشيات منذ تشكيلها بعد احتلال العراق؟ نعم، دعني اقول ان هذا هو ليس التصريح الاول. كان هناك تصريح لقائد القوات الأمريكية السابق باتريوس في عام 2007 عندما أصبح مدير الاستخبارات العسكرية الأمريكية، قال في مؤتمر دافوس للأمن عام 2017 بأن الميليشيات المسلحة الآن تشكل خطر أكبر تهديدا من تنظيم الدولة على العراق وعلى المنطقة. إذن هناك تشخيص لمسألة الميليشيات، ولكن نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت هذه الميليشيات خلال الفترة الماضية لمواجهة تنظيم الدولة، والآن أصبحت فعلا إنها تشكل خطر حقيقي على المنطقة وعلى المصالح الأمريكية بالذات. لذلك نرى أن هناك استهداف مباشر الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه النقطة سيادة العقيد، يعني لماذا الآن يعني خلال هذه المرحلة ما هو الخطر الذي تمثله هذه الميليشيات للوجود الأمريكي أو للقوات الأمريكية مثلا؟ نعم، لا شك بأنه إيران استخدمت هذه الميليشيات الآن بتصعيد عملياتها العسكرية على المواقع العسكرية الأمريكية. يعني عندما يكون هناك في شهر واحد أكثر من 27 هجوم على القواعد الأمريكية في العراق بصواريخ كاتيوشا وغيرها، تم إقفال القنصلية الأمريكية في البصرة، تم ضرب السفارة الأمريكية في 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 بغداد، تم ضرب عدد من القواعد العسكرية الجوية في بلد وفي التاجي وفي الجيارة وفي كيوان وفي القادسية. إذن هناك تهديد حقيقي للمصالح الأمريكية من قبل هذه الميليشيات طوال الفترة الماضية. وقد صرح كثير من القادة العسكريين في البنتاغون بأنهم كانوا يتكلمون مع الحكومة العراقية على أنه يجب أن توقف مثل هذه الهجمات من قبل هذه الميليشيات، ولكن يبدو بأن الحكومة غير قادرة على السيطرة على هذه الميليشيات التي تأتمر بإمرة إيران. وبالتالي جاءت هذه التصريحات لكي تؤكد بأن السياسة الأمريكية ستكون بحزم مع هذه الميليشيات خلال هذه الفترة التي أصبحت فعلا تشكل خطر ليس على القوات الأمريكية وإنما حتى على المصالح الأمريكية في دول المنطقة. وهناك اتهامات لمثل هذه الميليشيات بالقيام بضربات جوية حتى في العربية السعودية خلال الفترة الماضية. لذلك نرى بأن الضربات الأمريكية جاءت ضربات استباقية، أولا لوقف أي عمليات مقبلة باتجاه القوات الأمريكية، ونرى أنه منذ تم تنفيذ العمليات الأمريكية على كتائب حزب الله وعلى على 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 سليماني وعلى أبو مهدي المهندس لم تنفذ عدا بعض العمليات البسيطة التي تترك بعدها قواعد الصواريخ في الأراضي التي تنطلق منها وما إلى ذلك من أمور. لذلك نرى بأنه هناك الآن تهديد حقيقي
من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لقادة هذه الميليشيات وأيضا لهذه الميليشيات المتواجدة في حال القيام بأي عملية عسكرية، وإذا ما استمر التصعيد ما بين الطرفين سوف تستمر الضربات الأمريكية على هذه الميليشيات خلال الفترة القادمة. طيب أستاذ لبيد، اليوم بعد أن قام بعض المتظاهرين بسحب خيامهم من ساحة التحرير وسوح التظاهر في المحافظات العراقية، أصدرت اللجنة المنظمة للتظاهرات بيانا بينت فيه 4 نقاط ركزت على نقطة معينة، أن هؤلاء الشباب انسحبوا خوفا على عوائلهم بعد التهديدات التي حصلت أو التي وجهت لهم بأنهم سوف يقومون باستهداف عوائلهم. الكتل السياسية راهنت على عامل الوقت وفشلت، حاول الصدر ركوب الموجة وفشل بمليونيته المزعومة، واليوم بالتهديد، إلى متى يعتقدون أن الشعب سيبقى خائفا منهم؟ نعم، بالحقيقة ما جرى من انسحاب هذا هو انسحاب وقتي، وفعلا تعرضوا إلى تهديدات، والتهديدات صدرت، معظم التهديدات بالمناسبة صدرت من قبل أفراد التيار الصدري بالذات، لأن التيار الصدري بالحقيقة هو كان شريكا في المؤامرة التي حدثت. هناك اتهام انسحاب ولف القيم، جمع القيم، رفع القيم، خيم التيار الصدري من المظاهرات، نتكلم عن ساحة التحرير على سبيل المثال، وبعد ساعات قليلة بدأت تقوم قوات الشغب. فإذا هناك شراكة في المؤامرة، والتيار الصدري طالع هذه المظاهرة. هذه التهديدات محاولة يائسة بالحقيقة، محاولة ابتزاز المتظاهرين وتخويفهم بابتزاز عوائلهم. هذه محاولة فاشلة بدليل أن المظاهرات حاليا ازداد عددها، ازداد حجمها، وننتظر غدا بإذن الله هم مليونية طلابية، الطلاب ينوون القيام بمظاهرات ضخمة في بغداد وفي جميع المحافظات القطر. أنا أعتقد بأن المظاهرات تم تغطيتها، هذا ما تحتاجه المظاهرات، لأن بالحقيقة التيار الصدري كما مر ذكره لعب دورا سيئا في من خلال وجوده في مظاهرات ساحة التحرير، أضفى طابعا سيئا لأن هناك تناقض، كيف يكون هو في العملية السياسية وكيف يكون مساهما في مظاهرات تستهدف العملية السياسية نفسها، وكان وأضعف مصداقية كثيرا من مصداقية المظاهرات، والآن عادت المظاهرات نقية خالية من هذه الشوائب وهذه القاذورات التي تمثل العملية السياسية، وكان هناك أيضا تواجد بعض الأحزاب. نعم سيد لبيد، شكرا لك، شكرا جزيلا. أخيرا سيادة العقيد ركن، يعني بالعودة إلى موضوع الاجتماع في قم الذي حصل وهذه التوجيهات التي تحدثت عنها، توجيهات إيرانية، كيف تستشرف المرحلة المقبلة؟ الآن التظاهرات السلمية تواجه حتى بالقنابل المتشظية لإيقاع أكبر عدد ممكن من المتظاهرين السلميين، هناك استمرار وإصرار على استمرار القنابل الغاز المحرمة وغير المطابقة دوليا، هناك رصاص حي يطلق على متظاهرين سلميين، يعني كيف تستشرف المرحلة المقبلة؟ هل هناك ربما ستكون خطوة لاحقة إيرانية ربما يعني ستؤثر على ثورة تشرين، أم أن صمود هذه الثورة هو من سيكون له كلمة السبق؟ نعم، بداية دعني أسأل أقول، يعني هل النظام السياسي الحاكم في العراق الآن سيستجيب لمطالب المتظاهرين؟ أنا أعتقد أنه لن يكون قادر على الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وبالتالي هو يحاول منذ 4 أشهر أن يوقع أكبر ما يمكن من الخسائر وأن فض هذه المظاهرات بشتى السبل، وقد حاول الكثير من المحاولات طوال الفترة الماضية في سبيل إنهاء ساحات التظاهر سواء كانت في بغداد أو في بقية المحافظات. هل سيتم سكوت هذا النظام وهذه الميليشيات المسلحة التي تعتبر هي دولة داخل الدولة؟ يعني صدر عندما طالب بحماية المظاهرات التي خرجت يوم أمس طالب القبعات الزرقاء، ولا نعرف هذه التسميات من أين تأتي، ولا نعرف لماذا صمت عنها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، يعني الذي يتكلم بالصلاحيات ويتكلم بالحكومة ويتكلم باسم الدولة. إننا نتكلم عن دولة داخل الدولة حقيقة. ما يجري في العراق الآن هو أن هناك دولة سيطرت على الإمكانيات العسكرية والمادية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، وهناك دولة خاضعة وخانعة لإرادة هذه الميليشيات التابعة لإيران، وبالتالي سيستمر الحراك. فأنا أعتقد بأن الحراك حسم خياراتهم منذ اللحظة الأولى بأنه ماضي في الحراك حتى تحقيق مطالبه. الآن هم ينادون بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة،
ومهما جرى من قتل طوال الفترة الماضية فأنا أعتقد بأنهم لا يزالون مستمرين وهم يزدادون بقوة وبكثرة أكثر مما مضت، وبالتالي خروج الصدر وأنصار الصدر هي أنا أعتقد حالة صحية لهذه المظاهرات لكي تكون نقية وتكون مطالبها واضحة، ويجب على السلطة السياسية أن تلبي هذه المطالب المشروعة خلال الفترة القادمة. بنهاية لقائنا لا يسعنا سوى أن نقدم الشكر إلى ضيفينا، كان معنا من مدينة مالمو بالسويد عضو تحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي، وأيضا داخل الاستوديو كان معنا الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا لك.